أسماء الإشارة. فما هي أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة هي تلك الكلمات التي نستخدمها للإشارة إلى الأشياء، وهي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. مرة أخرى قولوا معي: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. فكيف نستخدم أسماء الإشارة هذه؟ اسم الإشارة هذا نستخدمه دائما مع أو للإشارة إلى المفرد المذكر، وكلمة المفرد هذه تدل على الواحد فقط، الواحد فقط، فلا تدل على الاثنين أو أكثر من الاثنين. فمثلا كلمة قلم، قلم واحد، فلا يدل على اثنين ولا يدل على أكثر من اثنين. فإذا فهي ما دامت دلت على واحد فقط فهي مفرد، المفرد المذكر. وكلمة المذكر هي ما دلت على المذكر، أي لا تدل على المؤنث. أمثلة: هذا درس سهل، هذا شارع نظيف، هذا الولد مجتهد، هذا اللاعب نشيط، هذا قلم، هذا علم، هذا كتاب، هذا أسد. فكل هذه الكلمات درس وشارع والولد واللاعب وقلم وعلم وكتاب وأسد، كل هذه الكلمات إن دلت فإنما تدل على المفرد المذكر، وبالتالي فإننا نشير إليها باسم الإشارة هذا، لأنها تدل على المفرد وتدل على المذكر. اسم الإشارة هذه، كلمة هذه أو اسم الإشارة هذه نستخدمه مع المفردة المؤنثة، وكلمة المفردة هي ما دلت على الواحدة فقط، فلا تدل على الاثنتين ولا تدل على ما هو أكثر من الاثنتين. وكلمة المؤنثة أي أنها تدل على المؤنث ولا تدل على المذكر، أي أن الكلمة إما أن يكون في آخرها تاء مربوطة، وإما أنها تدل على المؤنث كاسم من أسماء الإنسان. أمثلة: هذه التلميذة، فكلمة التلميذة هذه تدل على أنها تلميذة واحدة فقط، وتدل على أنها مؤنث، وبالتالي فنستخدم معها اسم الإشارة هذه. أمثلة أخرى: هذه المدرسة قريبة، هذه كرة جديدة، هذه قصة، هذه حديقة، هذه بنت. فهذه الكلمات: التلميذة، المدرسة، كرة، قصة، حديقة، بنت، كل هذه الكلمات تدل على أنها مفرد وتدل على أنها مؤنث، وبالتالي فلا بد أن نشير إليها باسم الإشارة هذه. اسم الإشارة هذان، كيف نستخدم أو متى نستخدم اسم الإشارة هذان؟ إنه يستخدم مع المثنى المذكر، والمثنى هو ما دل على اثنين، لا يدل على واحد فقط ولا يدل على أكثر من اثنين، وإنما يدل على اثنين فقط، ويدل على المذكر. وقلنا أن المذكر هو ما دل على المذكر ولا يدل على المثنى، على المؤنث. أمثلة: هذان الولدان مجتهدان، هذان اللاعبان نشيطان، هذان درسان سهلان، هذان شارعان نظيفان، هذان قلمان، هذان علمان، هذان كتابان، هذان أسدان. فكل هذه الكلمات أيها التلاميذ الأحباب، كلمة الولدان وكلمة اللاعبان وكلمة درسان وكلمة شارعان وكلمة قلمان وعلمان وكتابان وأسدان، إن دلت فإنما تدل على المثنى، وإن دلت أيضا فإنما تدل على المذكر، إذا فهو مثنى مذكر، فلا بد أن نشير إليها باسم الإشارة هذان. إذا فاسم الإشارة هذان أيها الأحباب، ممتاز إني أسمعك، لا يستخدم إلا مع الكلمة التي تدل على المثنى المذكر. اسم الإشارة هاتان، نلاحظ أن كلمة هاتان هي الكلمة الوحيدة في أسماء الإشارة التي يأتي فيها ألف بعد الهاء، هاتان. أما كلمة هذان وكلمة هذه وكلمة هذا وهؤلاء فليس هناك ألف بعد الهاء، هذه ملحوظة جيدة لابد أن ننتبه إليها أيها الأحباب. كلمة هاتان تستخدم للإشارة إلى المثنى المؤنث، واتفقنا معا أيها الأحباب أن كلمة المثنى، أن كلمة المثنى تدل على اثنين أو اثنتين، فهي لا تدل على الواحد ولا تدل على أكثر من اثنين، إنما هي تدل على اثنين فقط. وكلمة المؤنث أي أن هذه الكلمة ليست مذكر ولا تدل على المذكر. أمثلة: هاتان التلميذتان مجتهدتان، هاتان المدرستان قريبتان، هاتان كرتان جديدتان، هاتان قصتان، هاتان حديقتان، هاتان بنتان. فكل هذه الكلمات أيها الأحباب: التلميذتان،
المدرستان، كرتان، قصتان، حديقتان، بنتان. كل هذه الكلمات إن دلت فإنما تدل على المثنى المؤنث، وبالتالي فإننا لا نستخدم معها ولا يصح أن نستخدم معها إلا اسم الإشارة هاتان، اسم الإشارة هؤلاء، وهذا لا يستخدم إلا مع الجمع بنوعه. وكلمة جمع بمعنى أنها تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، فلا تدل على الواحد ولا تدل على الاثنين، وإنما تدل على الجمع. وكلمة بنوعه بمعنى أنها تدل على المذكر والمؤنث، فإذا كان جمعا مذكرا، فإذا كان جمع مذكر فإننا نستخدم معه هؤلاء، وإذا كان جمع مؤنث فإننا نستخدم معه هؤلاء. أمثلة: هؤلاء التلاميذ نشيطات، هؤلاء التلميذات نشيطات، هؤلاء الفتيات مخلصات، هؤلاء المعلمون مجتهدون، هؤلاء التلاميذ ناجحون. فهذه كل هذه الكلمات التلميذات الفتيات المعلمون التلاميذ إن دلت فإنما تدل على أنها جمع، سواء كان جمعا مذكرا وسواء كان جمعا مؤنثا، فإننا نستخدم معه اسم الإشارة هؤلاء. هناك ملحوظة مهمة أيها الأحباب، أيها التلاميذ، وأن هذه الملحوظة أن إذا كانت الكلمة الجمع جمع تكسير ودلت على غير عاقل، فإننا نستخدم معها اسم الإشارة هذه ولا يصح أن نستخدم معها اسم الإشارة هؤلاء. لماذا؟ لأن كلمة هؤلاء تدل على الجمع العاقل سواء كان مذكر أم مؤنث، أما كلمة هذه اسم الإشارة هذه فيستخدم مع الجمع الغير العاقل. مثلا كلمة الفصول: هذه الفصول نظيفة، هذه المدارس قريبة، هذه الكتب مفيدة، هذه القصص مثيرة، هذه الأقلام جديدة، هذه الدروس سهلة. كلمة الفصول، كلمة المدارس، كلمة الكتب، القصص، الأقلام، الدروس، كل هذه المدارس تدل، كل هذه الكلمات تدل على أن هذه الكلمات جمع غير عاقل. فكلمة الفصول ليس لها عقل، لا تفكر. كلمة المدارس، كلمة الكتب، ليست لها عقل، لا تفكر، وبالتالي فإننا نستخدم معها اسم الإشارة هذه ولا يصح أن نستخدم معها اسم الإشارة هؤلاء، لأن اسم الإشارة هؤلاء يستخدم مع الجمع العاقل بنوعيه. خلاصة الدرس أيها التلاميذ: أسماء الإشارة إما أن تكون هذا، ممتاز، وهذا تستخدم للمفرد المذكر، هذا ولد، إما أن تكون هذه، وهذه تستخدم للمفردة المؤنثة، هذه بنت، ممتاز، هذان، وتستخدم للمثنى المذكر، هذان ولدان، هاتان، وتستخدم للمثنى المؤنث، هاتان بنتان، هؤلاء، وتستخدم للجمع بنوعيه، هؤلاء معلمات، وهؤلاء معلمون، سواء كان جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا.